السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عملائنا الكرام، حياكم الله معرض بي ار ديتكتورز في دبي. اليوم راح نقدم لكم جهاز AC400i من شركة جاريت الأمريكية. طبعاً يتميز هذا الجهاز بقدرته على عزل المعادن والتمييز بينها. على سبيل المثال نستطيع عزل معدن الحديد مع الإبقاء على معادن الثمينة مثل الذهب والفضة وغيرها. طبعاً صندوق الجهاز يحتوي على الوحدة الرئيسية، حامل الذراع مع عصا وقرص مقاس 8.5x11 دوبل دي، بالإضافة إلى سماعة خارجية ودليل المستخدم وبطاقة الضمان. الآن راح نقوم ببعض التجارب العملية على هذا الجهاز بالإضافة إلى استعراض بعض مواصفاته. بعد ما قمنا بتشغيل الجهاز بنلاحظ في عنا مجموعة من الأوضاع. الوضع الأول هو وضع الزيرو، هذا الوضع بيقوم باكتشاف جميع أنواع المعادن. عنا الوضع الثاني وهو وضع الجولوريز، هذا الوضع مخصص للمجوهرات القديمة والدفينة تحت الأرض. عنا الوضع الثالث وهو وضع الكاستوم، هذا الوضع مخصص بحيث نحن بنقدر نعزل بعض أنواع المعادن مع الإبقاء على بعض المعادن الأخرى. في عنا وضع الريلكس وهو وضع المخصص للآثار القديمة والدفينة تحت الأرض، بالإضافة لوضع الكوينز وهو وضع مخصص للعملات المعدنية. الآن راح نقوم بتجربة معدن الحديد. طبعا مثل ما ملاحظين الجهاز عطى استجابة صوتية بالإضافة لقيمة التارجت اي دي او معرف هذا الهدف. الآن راح نقوم بتجربة قطعة من الذهب. مثل ما ملاحظين الجهاز استطاع كشف معدن الذهب بالإضافة الى اظهار معرف الهدف او التارجت اي دي للذهب. والآن راح نقوم بتجربة معدن النحاس. مثل ما ملاحظين الجهاز قام باكتشاف معدن النحاس وأظهر استجابة صوتية بالإضافة لمعرف الهدف الخاص بالنحاس. الآن عملائنا الكرام بعد ما انتقلنا لوضع الكاستوم بنقوم بتجربة قطعة من الحديد. مثل ما ملاحظين الجهاز ما عاد في استجابة صوتية منه، ولكن ما زال يظهر معرف الهدف الخاص بالحديد. الآن عملائنا الكرام راح نقوم بتجربة قطعة من الذهب. مثل ما ملاحظين الجهاز قام باكتشاف قطعة الذهب وأظهر استجابة صوتية بالإضافة لمعرف الهدف الخاص بالذهب. الآن راح نقوم بتجربة قطعة من النحاس. مثل ما ملاحظين عملائنا الكرام الجهاز لم يعد يصدر أي استجابة صوتية لمعدن النحاس، ولكن ما زال يظهر معرف الهدف لمعدن النحاس. يوجد أيضا في هذا الجهاز خاصية البين بوينتر، هاي الخاصية بتساعدني على تحديد مكان تواجد الهدف بدقة. مثل ما شايفين كل ما اقترب الهدف الى مركز القرص زادت حساسية الجهاز. يوجد ايضا في هذا الجهاز خاصية ايرون اوديو او صوت الحديد، بحيث يميز لي الحديد بنغمة خاصة. مثل ما لاحظنا الاستجابة الصوتية لقطعة الحديد، بنجرب الان قطعة من الذهب. بنلاحظ ايضا انه الجهاز حافظ على الاستجابة الصوتية المعتادة لمعدن الذهب. للطلب والاستفسار يمكنكم التواصل مع شركة بي ار ديتكتورز، الوكيل الاول والاقدم في الشرق الاوسط وافريقيا، ودمتم بخير.